صباح الخير. صباح النور. بسم الله. الله، قهوتك طيبة اليوم. بس اليوم؟ لا، مو بس اليوم، كل يوم سبت من أول كل شهر بتطلع معك القهوة هيك. أصبح المفروض إنك تساوي القهوة أنت باقي الأيام، لأنه قهوتك ظابطة بكل الأيام. تكرم عينك، ليش لا؟ دخلك بدي أسألك، مع مين كنت عم تحكي الصباح؟ رنت التليفون زعجتني تمام. أختك عايدة. أختي؟ شو بدها؟ ما بدها شيء، بس عم تسأل عن معاملة حصر القرش شو صار فيها. من الساعة 7 الصبح عم تسأل عن المعاملة شو صار فيها؟ العمل شو صاير بالدنيا؟ شو يعني؟ رح تطير البرتقال؟ يعني ما بتعرف أختك قديش بصلتها محروقة وبدها تعرف كل شاردة وواردة عن المعاملة وبالتفصيل الممل. لك لسه من يومين شفت جوزها بالقهوة وسألني 40-50 سؤال عن المعاملة، يعني من وقتها لهلا ما حلو يصير شي جديد. لك هي معاملة حصر قرش، مو معاملتها حكم عليه. فهمت هالحكي على التليفون وقلت لها بجوز بشهر زمان ما تخلص المعاملة. ايه، وشو قالت لي؟ قال يا ريت تستعجل بالمعاملة قد ما فيك، لأنه في حواليها زبون لبيت كفر سوسة وخايفة يطير من إيدها. هلأ دغري لقيت زبون للبيت؟ العمى بقلبها لسه ما لحقت تورته، تستنى لتورته وينكتب باسمها بعدين تلاقي زبون. علم الله يا نادية، كنت متمني من أبي الله يرحمه إنه يحرمها من الورثة وما يكتب لها شي بنوب، مو حسد أو ضيقة عين لا سمح الله، لا، بس لأنه ما بتستاهل، حسودة وعينها ضيقة. لك يخرب بيت قلبها، عندها عواض البيت 7، عواض الأسطوح 6، عواض السيارة 2، عواض المحل 3، ولسه لحقتنا لهون. لك جوزها مليان، معبى مصاري، لك يعني لك إذا نفخ على البيض بيقليه. يعني شو بدك تساوي؟ اختك هيك عقلة. لا، واللي قاهرني يا نادية انه لما كان ابي بالمستشفى الله يرحمه ما كانت تزوره الا كل 4-5 ايام مرة، وعلى شو اليوم فاضية واليوم مالي فاضية، وهلا لما صار في ورثة فضيت الخانم وصارت خالية اشغال وصارت تدق لنا على البيت كل يوم الثاني تليفونات. معك حق تحكي هالحكي يا اسامة، لانه الشيء الطبيعي انه يفيق الواحد الصبح يروق دمه بفنجان قهوه مثل هالعالم والناس، الا نحن مننام على سيره المعامله ومنفيق على سيره المعامله. طيب وبعدين؟ ايه والله طيرت انا الثاني من هالقصه، لا على اخر الزمان طلعت لي ضره اسمها معامله حصر القرش، يعني لو كنت سلمتها لصهر من قصرتك ما كان احسن لك من كل هالعي. قصرتي؟ ايه والله وصلتي، قصرتي مو فاضيين يشتغلوا فيها، بس فاضيين يورثوا. ايه نادية، أنا رح ألبس وانزل على الدائرة العقارية، بدك شيء؟ جاي على الغداء؟ ايه رح أجي، رح أقضي نهاري كله ورا المعاملة وبرجع مع انصراف الموظفين. ايه الله ييسر عليك. شو بدنا نعمل؟ صباح الخير أستاذ. صباح النور. يا ترى شو صار بهالمعاملة؟ أنا من نون. لا يا أستاذ، شو نسيتني؟ وشك ما هو غريب علي، بس عدم المؤاخذة وين شايفين بعضنا نحنا؟ أنا أسامة بقدونس، صرت جاي لعندك أكثر من 10 مرات. أيوة ذكرت، أنت إلك معاملة حصر قرش عنا. بالضبط. يا أهلا وسهلا فيك، دخيلك لا تأخذني، يعني قد الواحد ما بيشوف معاملات وما بيمر على راسه بشر، إيه بتتخربط ذاك أنتو. الله يعطيكم العافية، والله شغلكم مهين. الله يعافيك، ما هيك يا أهلا وسهلا، شرفتك، ليش ما أنت يا أهلا وسهلا ومرحبا، يا ترى شو اخبارنا؟ اخبار معامله؟ إيه لحظه صغيره بس، لان الواحد مخه مو دفتر، بتعرف يعني، ونحن ما بنشتغل على الكمبيوتر، نحن لساتنا على القديم. لحظه صغيره عينك شو بدك معامله؟ إيه دفتر، لان الواحد ما قاعد يفهم شو بدك تصير معامله، ولا شو بدك اياها؟ لا ما بقدونس ما هيك؟ انسان ما بقدونس. قلت لها ما بقدونس، قلت لها ما بقدونس، قلت لها ما بقدونس. والله. ليكا ما حنت عروش عم دور تحت انا العمى ما اخباني بسيطه كبعبه شو بدنا نسوي؟ كيف لك وين صرنا؟ كثير كويس كثير منيح، قطعنا شوط كبير فيها هذه المعامله. ايه دكا يعني رح تخلص؟ ايه لا مو لهالدرجه انت الثاني، على شو مستعجل؟ بدها شويه وقت مساله. ليش شو ناقصها؟ ها يا سيدي، اول شيء بدنا اخراج قيد عقاري.
راشقين مصدق اسوده وبراءة من المالية تكل الورثة وبيان عائلي مصدق من النفوس وشوية إجراءات إدارية تانية بلا بلاك عليها بوقتنا. الله وكيلك عم يداوم مثل الموظفين كل يوم من الساعة 8 وما بيرجع للتنتين. وإن شاء الله في نتيجة بعد هالتعب. ما منقول إلا إن شاء الله. الله يصلحه أخي، كان يسلم هالمعاملة لشي واحد يمشي له إياها، مو أريح له؟ واحد مثل مين؟ إيه ما حدا فاضي فيكم. لك ما عم بحكي عنا، قلت معقبين معاملات بالبلد، أي معقب معاملات بتعطيه المعاملة بياخد قرشين بسلمك ياها خالصة مخلصة ومن ما جميعه. أخوك حب يوفر عليكم كم قرش، قال بيمشي المعاملة بإيده أحسن ما يدفعكم مصاري. هلأ بيناتنا مصاري أنت التانية. لا أبداً. الله يصلحه أخي شو بيحب التوفير اللي ماله طعم، يعني مشان يوفر علينا شوي رح يروح عليه زبون تبع كفرسوسي. المهم ما قلتي لي وين صارت المعاملة؟ عم يشتغل فيها. يا حسرتي عليه، عم يفعي فعي مثل الزنبرك بدوائر الدولة كل يوم. صباح الخير. صباح الخيرات أمل. شو ما ذكرتني؟ عدم مؤاخذة، والله وجهك مألوف كثير علي، بس ذاكرتي ما عم تسعفني، ما عم تسعفني ذاكرتي. أنا أسامة بقدونس، وإلي عندكم معاملة حصر قرص. أيوه ذكرتك ذكرتك، أهلين وسهلين أستاذ أسامة، يا بيت مرحبا أهلا وسهلا ومرحبتين، شو افتح ليش واقف أهلين وسهلين ومرحبتين. شكرا. يا أهلا وسهلا. شلونك أنت؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، شكرا الله. الحمد لله يا ربي. قلي شو صار بالمعاملة؟ معاملة ما بقدر أجاوبك، ما بقدر أجاوبك على عماها، لأنه عقلي مو دفتر لا تأخذني أخو أسامة، عقلي واحد مو دفتر لأنه. يعني لو كان كمبيوتر عقلي كم جاوبتك، بس مو كمبيوتر عقلي. قالوا الطلبة بدنا نجيبوا كمبيوتر، بس ما بعرف أنت تجيبوا كمبيوتر، تعالوا نتبع الوزير ما بتغير. أسامة بقدونس، أسامة بقدونس، أسامة بقدونس. لك وينها؟ عم دور عليها تحت وهي عم شوف الصدى شوف، الحمى ما أخبرني، كبر على بعض. إيه سيدي؟ يا سيدي طمع طمع، إخراج القيد صار جاهز، تكرم عينك، اليوم ببعث لك إياها على التصديق تكرم. عظيم جدا. إيه لك يعني معاملتك صارت جاهزة، وعليكم السلام، يعني وصلت الأم إلى التم، وين كنا وين صرنا؟ إذا بتريد شوف لنا هالمعاملة. معاملة؟ ايه سجلها بالديوان، حط لها رقم وتاريخ بعدين تعال لعندي. حاضر، السلام عليكم. وعليكم السلام والإحسان. يا أخي الناس هون عندها جهل فظيع بالأمور الإدارية وطريقة تسيير المعاملات، يعني بدك تمسك الواحد من إيده وتدله وين يروح وين يجي. شي بيجيب لك ورقة بلا تصديق، بلا تصديق بيجيبها، شي بيقدم طلب بدون ما يسجله بالديوان ويحط له طابع. شي بيكون نفوسه بعين تغمى بيجيب لك ورقة من مختار عزبي. يعني لازم ما بعرف والله العظيم شو اخذ هالحاله، لازم يعني يعملوا برامج توعيه للمواطنين بالتلفزيون عن الطابو مثل ما عم يعملوا برامج صحيه وتربويه، شو المانع يعني شو المانع؟ سيدي معك حق، بس كمان في بعض الموظفين بيبخلوا بمعلوماتهم عن المواطنين. صح معك حق، بس مو كل الموظفين ها؟ مو كلهم. انا من جهتي ما ببخل بالنصح والارشاد على اي مواطن. برد على استفسارات وتساؤلات الكل، حتى لو كان الموضوع مو مصلح اختصاصي، برد. سيدي واضح، لأنه ما شاء الله كان، عليك روح مطاطة كثير. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. يا ترى معاملتي، شو بدها بعد تصديق إخراج القيد؟ ها، أنا هلا تنيني رح بكتب لك عليها حاشية، بعدين بيأشر عليها رئيس القسم، بعدين على النفوس، دغري على النفوس. لا حول ولا قوة إلا بالله، باقي شغلتنا طويلة. لا طويلة ولا شيء انت التاني، عاد شو مستعجل؟ عم نكسب شوفتك اليوم، ولا مليت منا استاذ؟ اعوذ بالله لا يمل. بتصدق بالله؟ امنت بالله. اليوم يلي ما بتجي فيه لعندي انت، شو بقول لحالي؟ وينه يا ترى الاستاذ اسامه بقدونس؟ ما بين عني اليوم، ما بين. صدقني القلب على القلب، عم بستفقد لك يوم اللي ما بشوفك. الله يخلي لي اياك، اسلم لي الوجه العلوي الهي. دخيل عينك شوف لنا الورق. ايه على عيني وراسي شو عليه؟ ايه اخي هي بدها تحويل من دائرة الكشف والمعاينة، مين بعتك لعندي لهون؟ فرع صادي. لا اخي، أول شيء بدك تروح على الكشف والمعاينة بعدين تجي لعندي. وبعدين؟ لك من هون لبعدين فرج رحمة، وقت بترجع بنقول لك، على شو مستعجل أنت؟ على شو؟ على شو بدي أفهم بس؟ طيب شكرا. عفوا، أهلين أخي. أخي فظيعين فرع هالصادي، فظيعين كثير، أبيض في شغلي بهالمراجعين كيف ما كان، يعني لحد هلا ما كانوا يفهموا انه هي حالة الالتماس، بدها تمرق على الكشف والمعاينة بالأول بعدين تجي لعندي لهون. معلش أبو هيثم، بدك تطول بالك،
طيب شو رايك هلا تشرب معي كاسه شاي هيك يعني اكرك خمير شاي عجمي على اصوله؟ سيدي ما في مانع. على عيني وراسي. لو بطئي ما راح بوسك وما راح طالع نفوسك. بتصدق يا نادية انه صرت انا وابو هيثم من اعز اصحاب؟ مين هذا ابو هيثم؟ ابو هيثم ما غيره الموظف اللي حكيت لك عنه. شيء طبيعي يصير هيك لانك عم تشوفه كل يوم وتقعد معه اكثر ما تقعد معي. بصراحه يا ناديه ابو هيثم حباب وظريف وبيحب يخدم، مو مثل باقي هالموظفين اللي بيحكوا من راس من اخيرهم ولا بتاخدي منهم لا حق ولا باطل، واذا فرضنا ردوا عليكي بتحسيها يا منيه يا صدقه. ايش كون ربك اللي وقعك بين ايدين موظف مثل هاد، وقال لها كنت طفشت من اول يوم. يعني لما بتلاقي بهالايام هيك موظف هي لحالها نعمه كبيره. ايه ناديه ما بينت اختي عايده؟ ما شفتها، مدري شو قصتها، بس اكيد بكره بتنبقلي من الساعه 10 لتسالني على المعامله. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين معك. اهلين اهلين. يا اهلين وسهلين معك. كيفك اخي ابو هيثم؟ الحمد لله شرف تاح. اهلا وسهلا ومرحبا. والله العظيم انا طول النهار قاعد من القضبيه يا اخي، بشي بضيق دخلها، بس شو بدي اسوي هيك شغلي. ايه انت اللي صار لك زمان ما بينتنا حين شغل بالي عليك. كنت عم طالع براءة الذمه من الماليه. ايه عظيم كثير كثير حلو، وان شاء الله خلصتها؟ صارت جاهزه. تفضل. عظيم كتير، وهي انا بدوري رح اضم لك يا اهل المعامله. ايه سيدي، شو ناقصها لسه؟ ما بقي شيء غير توقيع المدير العام. يعني اليوم ممكن يوقعها؟ يا عيب الشوم منك يا استاذ اسامه، ما بتخلص اليوم. ليش بقى؟ المدير العام مو هو. يعني ما بيرجع اليوم؟ سيدي لا اليوم ولا بكره، بده 10 ايام ليرجع من مهمته بباريس. معلومات عم يحضروا هنيك مؤتمر عن تنشيط وتفعيل الروتين بالبلاد النامية ونحن بالجملة. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما في حدا يوقعها بداله؟ هالمعاملات هي بالذات أخي أسامة مو مخول حدا يوقعها على بعضه، يعني ما بتخلص بصريح العبارة. التاريخ الطابو مالك علي يمين تحلفني في معاملات ما تصحبها، نفخوها يعني ما تلاحوا ولسه ما خلصت، بلشوا فيها شباب وختيلوا ولسه ما خلصت، ما خلصت شو نعمل لهم يعني؟ معقول؟ شو هالحكي؟ إذا كان عمي طابو هالطابو مو بحكي به، بده تأني وتذوي وطولة بال عالبيكا، ما بده هوشنة وعصبية وبصلة محروقة. سيد أسامة شوف، شايف هالكيس هاد؟ إيه شايفه. شو في هاد؟ حطب؟ لا شو حطب، أنت التاني بزعل منك. ها لك هاي شو في؟ هاي معاملة إزالة شيوع للحجة أمينة بنت محمد عبد البوابيضي. ها ليكن اسم مكتوب عليها بالقلم الأشرح بالقلم الأزرق. وقديه صار لها هاي؟ يا سيدي هاي صار لها قبل ما أتوظف أنا بالطابو بثمان سنين، يعني حوالي 45 سنة صار لها. أوف 45 سنة ولسه ما خلصت؟ لك حبيبي طابو ها طابو مو مسخرة مو أنقلة، في أموال في حصص بدها تنتقل من اسم لاسم وشغلات كذا كذا. الله يرضى عليك. استنى سيد أسامة، شايف هالمعاملة؟ هلا هاي معاملة؟ لك شو هي شو البطاطا؟ يا سيدي هاي معاملة حصر إرث للمرحوم أبو راتب ابن جميل أفندي الذهبي، ويلي جنبها هي اسمع لحظة، هي معاملة التركية تبع الحج أمونة بنت الحج أبو جابر بطلني. وقد ايه صار لهي؟ هي من زمن فرنسا. هالمعاملة هي كانت واقفة على توقيع المندوب السامي.
لما صار الجلاء طعض المندوب السامي وهدى الاستقلال وصفيت بلا توقيع لحد هلا. الحق بايدهم يا اخي، المندوب السامي ما فوت غيره بالتوقيع قبل ما ينسحب لبلاده، يعني الشغله فيها مسؤوليه مو ضحكه لعبه. طابوا ها طابوا. لا صدق اسامه، شايف هالشوال هاد؟ وشو قصتها هاي؟ هاي معاملة من زمن السلطان عبد الحميد. لك انت شفت البناية المهبطة يلي صنع على هالحالة 60 سنة؟ انو بناية هاي؟ يعني وين موقعها؟ بأكبر شارع بالبلد معروفة، وهالمعاملة بتخص هالبناية، وهالبناية عليها نزاع. مات المورث، ماتوا الورثة، لحقور الأحفاد وأحفاد الأحفاد، ولسه ما خلصت معاملتها. وأنا والله يعني لأقول لك بصراحة عم حاول خلصها بهالشهرين. هلا ما خلصت بستين سنة وانت بدك تخلصها بشهرين؟ ولو أستاذ أسامة، يعني نحن ما لنا معبين عينا، يعني بعدين المعاملة استكملت وراءها يفاها الله. والسفارة التركية سفارة ساعدتنا ما قصرت. ليش بدك تسأل ليش؟ بعرف، لأنه أصل الملك لواحد من بيت أورخان من تركيا. هذا من تركيا. سيدي الله يبارك بهمتك. وهلأ بالنسبة لي شو لازم أعمل؟ يا سيدي أنت معاملتك خلصت، يعني شغلتك موقفة على توقيع واحد. ولا سيدي أسامة يعني خلاص مليت منها وبدك تعمل هالمعاملة بقى سيدي بتمشي؟ أعوذ بالله، مين قال الحكي؟ أصلا أنا اللي مهون علي مصيبتي إنك موجود. يعني أنا فرحان من كل قلبي لأني كسبت صديق مثلك. إيه هذا الحكي اللي بنسمع. إذا سمحت يا أخ. نعم. في لي عنكم معاملة. معاملة على باسم مين؟ باسم طالب حسني. طالب حسني، طالب حسني. إيه زكتها، زكت عليك المعاملة عندي، بس ناقصة. ها ناقصة. شو ناقصة؟ يا سيدي بدك توكيل من إخواتك، يعني من كل الورثة من عند كاتب العدل. توكيل جاهز؟ جاهز عظيم جدا. إذا كان اكتب استدعى جديدة، روح سجلها بالديوان، تعال تعال الديوان. ماشي. الله يبارك عليك، الكل أبوان. يا أهلين بهالوش الحلو. أستاذ أسامة دخلي، وشو صار بالزبون كفرسوسي؟ خليه ينبسط جوزك، طار الزبون. لا تزعلي ولا على بالك ولا يهمك، هيك نصيبك. بس اسمعي لقلك، قولي له لجوزك انه في هلا زبون لقطه لاسطوح الهامه. ايه؟ ليش اسطوح الهامه من حصتي؟ في لي منه ربع والباقي لاختي فايزه. وفايزه قبلانه تبيع؟ ايه ميته موت على ما تبيع. قولي له هالحكي لجوزك، المهم تخلص هالمعامله بقى، خلينا ننفرش. حاضري. مع السلامه. مرحبا ابو هيثم. يا ميت اهلين اهلين محبتي. يا اهلين اهلين يا 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 بس تعي والله زعلان منك. تمام، لانك صرت مقاطعني اكثر من كم يوم. ليش هيك؟ والله شئت لك. لك وانا كمان شئت لك، بس شو بدنا نساوي؟ مشاغل الدنيا. اي والله طمني. اجى المدير العام؟ لا لسه ما اجى، بده 4 ايام ليرجع. شو هالحكي؟ اي والله. الو نعم. اي انا ابو هيثم مزابلجي عم يحكي. شو هالحكي؟ قال لا. اي يلا يلا جاي. خير ابو هيثم؟ شو في؟ قرايبي ترك لي امامي عن صمام الحاره يلي تحت مني، بدي روح اجيب عظام قبل ما يشطش. انا بروح اجيب لك اياها اذا بدك. لا ولو معقوله يعني، الله يرضى عليك، انا بروح اجيبها. بس انت هلقتني اياه، عود محلي هون ودبر راسك على ما ارجع. طيب والمراجعين؟ ما بدي شيء، خذ وعطي محون، ما طول انا 10 دقائق بس. تامر ابو هيثم على عيني وراسي. دخيل عينك، شو في هالورقة؟ حط لها طوابع وخذها على فرع الصادق. طوابع شو؟ طابع مالي ب20 وطابع شعبي ب15. شكرا. الله معك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. بدي أعمل معاملة حصر قرص، ممكن أعرف الأوراق المطلوبة؟ تكرم عينك. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أمور شو ما عرفته؟ معاون مدير العام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. وأنا مفتش الوزارة.
يا ميت اهلا وسهلا. شرفوا شرفوا استريحوا، تفضلوا تفضلوا، اهلا وسهلا فيكم. انت الموظف هون؟ ايه نعم نعم انا. وهي المعاملة ليش على مكتبك؟ هي سيدي هي عليها مشكلة سيدي. شو المشكلة؟ سيدي احد الاخوة مو اخذين منه وكالة رسمية. وشلون عرفت؟ سيدي قارنت البيان العائلي مع عدد الوكالات طلعوا ناقصين وكالة. وهي شو قصتها؟ هي سيدي هي بدها ورقة من لجنة التحديد والتحرير سيدي. طيب وبعد ورقة التحديد والتحرير شو بدها؟ إخراج قيد عقاري، بعدين حاشية من عندي من هون وتحويل القاضي العقاري، وبعد ما تطلع من عند القاضي العقاري ايه طيب بدها طيب ناخذها طيب لعند اوكي. طيب شوف لي المعاملة، ليش واقفة عندك؟ سيدي هي عليها مشكلة صغيرة. وشو مشكلتها؟ أخذين ورقة مختار من غير محلة، يعني أصحاب المعاملة بكفر سوسة وأخذين ورقة مختار من الحجر الأسود. وشو فتوى هيك حالة؟ سيدي تغيير ورقة المختار وتصديق على ختم المختار من البلدية ورقم وتاريخ جديد بالديوان. عظيم كثير. يبدو أنك موظف عتيل، كم سنة صار لك هون؟ أنا صار لي 37 سنة سيدي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. إذا بتريد اصرف له مكافأة نص شهر. كتر خيركم سيدي، فضلتوا. عفوا، أنت شو عم تعمل هون؟ أنا إلي معاملة هون. شو اسمك أنت؟ أنا أسامة بقدونيس. وين معاملة الأخ؟ ليك هون سيدي. هي يا سيدي، قال بدها توقيع من المدير العام والمدير العام مسافر وما حدا مخول يوقع عنه. ما بيصير هالحكي، شو ما حدا مخول؟ استاذ اديب وقعها انت اذا بتريد، وهلا ببعث لك كتاب تفويض من الوزاره. تفضل سيدي. يسلم ودياتي، طول عمرك استاذنا، الله يخلينا اياك الهي. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا، شرفتوا، الله معكم سيدي، الله معكم. لك لو وين انت يا استاذ اسامه؟ والله وشك صار خير عندي، هبط قلبي لما شفت المفتش ادب الاول. ابو هيثم ايه يطلع لي نص المكافأة ها؟ ايه ليش بقى؟ على قولة رجال الاعمال 50-50. جديدة الاغنية وين فايزة؟ مو كتير جديدة، من يومين شفتها بالام تي في، كتبوا عليها انتاج 97. بس حلوة، مو حلوة فايزة؟ حلوة وبس، بترقص الذباب. بس بابا غيرونا هالمحطة بقى، صار على راسنا. ماما، شوف لنا شي محطة عربية على بين ما اعملكم كاسة شاي. وهلا يا ريت نعرف رأي الدكتور سامح المعظم عن أسباب أمراض العمود الفقري، تفضل دكتور. شكرا. الحقيقة تنشأ أعراض أمراض العمود الفقري. عفوا دكتور، عن إذنك لحظة، بحب ذكر الإخوة المشاهدين اللي حابين يشتركوا معنا بالمسابقة الفنية إنه عندكم على أسفل الشاشة رح يظهر أرقام تليفونات، فياريت إذا حابين تشتركوا معنا بالمسابقة تتصلوا فينا. أوكي دكتور تفضل. تنشأ أمراض العمود الفقري من عدة أسباب، أهمها أولا. عفوا دكتور، يبدو في عنا اتصال. ألو نعم. ألو مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا، مين معي؟ عباس ابو العباس. اهلا وسهلا فيك اخي عباس، منين عم تحكينا؟ من المانيا. اهلا وسهلا فيك، كيف العرب عندك بالمانيا؟ مناح الحمد لله. تفضل احكي مع الدكتور وائل كفوري. عفوا يا اخ، الدكتور وائل كفوري مو معنا اليوم، نبقى بنستضيفه بحلقه ثانيه. لا لا مو هذا قصدي، انا قصدي جواب المسابقه اللي طرحتوها. وائل كفوري. نعتذر منك كثير، الاجابه غلط. اذا بتحب تسال الدكتور عن امراض المفاصل او العظام او الرقبه تفضل. لا شكرا كثير، رأتي ومفاصلي مثل الليرة. أوكي تصطفل. إذا دكتور بحب أسألك، ما هي أهم أسباب أوجاع الظهر؟ هناك أسباب كثيرة لوجع الظهر، منها. عفوا دكتور، يبدو في اتصال. ألو نعم. يعطيك العافية. الله يعافيك، مين معي؟ يزن القشطة. عفوا لجن قشطة. يزن القشطة.
اهلا وسهلا فيك يا اخ يزن. يا ترى حابب تشترك معنا بالمسابقه الفنيه ولا حابب تسال الدكتور شي سؤال؟ اذا بتريدي بدي اسال الدكتور سؤال. اوكي تفضل الدكتور معك. دكتور؟ نعم. انا عم يوجعني كتفي، وجع منيع يعني، حاسه كانه صاير شقفه وحده. لا سلامتك ان شاء الله. ومن زمان عم تحس بهالاعراض؟ من حوالي شهرين. ها اكل شي ضربه قويه او حامل حمل ثقيل بهالفتره؟ ابدا. طيب عندك نقص بالكلس؟ ما حللت. انا باعتقادي انت معك مرض اسمه الكتف المتجمده، يعني بالمصطلح الطبي فريزون شولدرز. ويا ترى هي خطيره دكتور؟ نعم. عفوا دكتور، يبدو في اتصال. الو نعم. الو، المطرب هو جورج وسوف. برافو عليك، صح، ربحت الجائزه. وهلا اسمح لي دكتور سمعك مقطع من اغنيه لجورج وسوف بهديه لك ولكل المشاهدين، وبعدين بنرجع منتابع حديثنا الشيق. غيرونا هالمحطه بابا، غيروها. شو هالبرنامج المسخره؟ ليش مسخره بابا؟ مو انت بتحب البرامج الجاده؟ هلا هي برامج جاده؟ يعني ما فهمت ابدا على هالبرنامج. يا ترى هذا برنامج مسابقات وطرب ولا برنامج طبي؟ ما فهمت منه. الاثنين سوا، شو المانع؟ بابا هذا اسمه تهريج ناشف، وانا ما بحب التهريج. بعدين شو هالدكتور هاد يلي بده يحكم ويعالج الناس بالتلفزيون؟ لا والنهفه انه يلي كتفه مطري ظهره واجعه عم يحكي من المانيا. يعني هلا المانيا قد ودلقه ودكاترته ومشافيها ما عادوا يعرفوا شو وجع الزلمه؟ غشم صاروا؟ لا وشلون بده يعالجوا هالدكتور وبيناتهم 2000 كيلو متر وبدون ما يدسوا ولا يجسوا؟ عليم الله. انا بابا اذا غزني دبوس براس اصبعتي بيقول لي دكتور ما بحسن عينك على التليفون، تعال عندي على العياده. بابا ليش ما بيعجبك العجب ولا صيام برجر؟ هالبرنامج عم يسهل امور الناس. صحيح، يعني المريض يطمن على حاله احسن ما يتم وسواس. يعني اذا بدنا نسايرك ما بنلاقي شيء بيعجبك بهالتلفزيون بنوب. بابا ببوس ايدك، انت قل لي شو البرامج اللي بتعجبك، قل لي وانا تحت امرك. ما في شيء معين، يعني بدي شيء يعبي الراس، فن، سياسه، ثقافه، جغرافيا، ما بتفرق، بس يكون برنامج بينشاف. مو هات ايدك والحقني. ديرونا على قناه الافلام، بركي بيطلع شيء فيلم عربي. قوم ماما قوم، قوم عدني هون. سيداتي وسادتي، برنامج حبل الوداد يلم شمل العائلة ويجمع بين القلوب المتباعدة للبحث عن صديق قديم، عزيز غائب، قريب مهاجر. ما عليكم سوى أن ترفعوا سماعة الهاتف وتطلبون على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، ونذكركم بأن الاتصال بنصف القيمة. نعم بنصف القيمة فقط. يبدو في معنى اتصال. ألو. مرحبا. أهلا وسهلا، مين معي؟ فاتح مناخلي من كندا، بدي احكي مع خالي ناصح المناديلي باستراليا. تكرم عينك، قديش الرقم؟ 444-63-52. لحظة معي ليوصلوا لنا الخط. الو الو الو، ناصح المناديلي، هون المحطة الفضائية. اهلين وسهلين. معك برنامج حبل الوداد، احكي مع ابن اختك باستراليا. الو خالو مرحبا. اهلين خالي، شلونك؟ الحمد لله خالو، طمني وصلك المكتوبة؟ جوزتوا أختك رشا؟ إيه، امبارح كان عرسها. مين العريس؟ كامل أبو مخدة. كامل أبو مخدة؟ الله يعطيكم العافية يا بشم. ولك هذا كان مسجون بتهمة اختلاس؟ طول بالك خال، الله يخليك. بابا ليش خرجته؟ هلأ إذا واحد بده يحكي مع خاله، نحن شو دخلنا؟ ضروري يسمعوه 50 مليون مشاهد؟ لا، انت قول ضروري ينشروا غسيلهم الوسخ قدام الناس. لك مو حلوة الشرشحة إلا على الفضائيات والأقمار الصناعية. لك نحن يا أم فؤاد لحد هلأ ما بنعرف نستفيد من العلم ولا بنعرف نستخدم التكنولوجيا مثل باقي الخلق والعالم. بس كمان في فضائيات أجنبية بتقرف. ما بقلك لا يا روحي، لا يخلو الأمر، بس كمان بتقلبي على بعض الفضائيات الأجنبية بتلاقي برامج عن الفضاء، المخترعات، الطبيعة، أعماق البحار، برامج ثقافية ثقيلة، أفلام مهمة، أخبار بتاخد العقل.
أما فضائياتنا فما بتلاقي فيها غير المسابقات الولادية والأغاني والمطربين يلي صار عددهم مثل عدد المجرات بالسماء وربي يعلم، والأفلام القديمة. بالفعل في أفلام أبيض وأسود احفظناها بصم. ولك نحن إعلامنا مو خرج يطلع لا على الهواء ولا على الفضاء ولا على شيء، حاجته الأرض وزيادة عليه كمان. لقوا منقلد الفضائيات الأجنبية هيك على عماها، شي بناسبنا شي ما بناسبنا ما بتفرق، مو فارقة ستي، مناخد من عندهم القشور ومنترك اللب. لازم كل المحطات بابا. شو منذ زمن بعيد هاي برنامج ثقافي دسام؟ شوف ضاقت عن استيعاب الأمور الحياتية ويجب تطويرها، ولكن طبعا ضمن تفعيله وضمن وزن. يعني باختصار ما في شيء اسمه قصيدة نثر، في شيء اسمه شعر وفي شيء اسمه نثر. يعني مثلا نزار قباني، بدر شاكر السياب، عبد المعطي حجازي، هدول ناس. عفوا يبدو في اتصال. الو نعم. مرحبا. اهلا يا هلا. ممكن اشترك بمسابقه كنز العلبه؟ ايه تفضل. يا ترى الكنز اللي بالعلبه بتستعمله ست البيت؟ ايه بتستعمله. بالمطبخ؟ ممكن يكون بالمطبخ. له علاقه بالاكل يعني بيتاكل؟ اسفه كثير جواب لا. تفضل استاذ. شكرا. مثلا نزار قباني لما بيقول فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، هذا طبعا شعر عمودي، قافية تأتي منتظمة متوازنة متوافدة. بس هو كمان بيقول بقصيدة خبز وحشيش. عفوا يبدو في اتصال. قالوا نعم. ممكن اشترك بالمسابقة؟ ايه تفضل. بحق لك ثلاث أسئلة. الكنز اللي بالعلبة ممكن تصنع محليا؟ طبعا وصناعته متطورة جدا. يا ترى له علاقة بالغسيل؟ له علاقة بالغسيل. له علاقة بالحبال؟ نعم له علاقة بالحبال. ملعقة غسيل؟ رح نشوف. ممكن استاذ نفتح الصندوق سوا لنشوف كنز اليوم؟ طيب. اذا كنز اليوم ملعقة غسيل، مبروك إلك. لك رعم على القصة، الزلمة عم يحكي عن بحور الشعر وعن نزار قباني بيحطوا معه مسابقة عن ملقة غسيل، شلون انجمعت معهم هاي؟ بابا قلبنا على الاس او اس، في برنامج حلو كتير. حاضر يا ستي. وهي الاو اس اس معكم برنامج اذا علق الخط بتربح، والسؤال ليش الانسان لما بينعس بيروح على التخت؟ ايوه يبدو في اتصال. ايوه ممكن شارك؟ اتفضل. منين عم تحكينا؟ ساحل العاج، جميل البشير. أهلا وسهلا، تفضل. من شاني نعم. آسفة كتير، يبدو في اتصال تاني. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش الإنسان لما بينعس بيروح على التخت؟ أبو المعاطي أبو المكارم من سويسرا، ممكن شارك؟ علشان ينام ويصحى بدري. آسفة كتير. أيوة يبدو في اتصال. اتصال آخر. ألو الاسم الكريم؟ محمدي هويها من سوريا. الإنسان لما ينعس بيروح على التخت، لأنه التخت مو ممكن يجي لعنده أبدا. صح، $500 من نصيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ما لقوا أنظم من هيك أسئلة؟ هات التليفون من عندك بابا، هات التليفون. بدك تدق لهم؟ يعني معقولة أقل العقل ودق لهم؟ بدي دق لأخي نادر على دبي. بابا ليش ما بتطلبوا عن طريق برنامج حبل الوداد؟ ما بدي حبل الوداد ولا حبل المشنقة. الو. ايوه مين معي؟ نعم. العمى علق على التلفزيون. شو محولين الخطوط كلها على التلفزيون؟ يا انا اخذ عقلي الرقم وحفظته من على الشاشه. احكي بابا احكي هلا. الو. برنامج اذا علق الخط بتربح، مين معي؟ انا ابو فؤاد من الشام. افتح فؤاد، افتح خلينا نشوف المذيعه. السؤال هو ما اسم الأغنية التي فاز بها المطرب المشهور هزيع المسمار بمهرجان أغاني الفضاء؟ من وهان؟ خدي بابا خدي. هزيع المسمار مطرب معروف كتير، شو اسم الأغنية؟ اسم الأغنية ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين. صح، أغنية ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين، وإقامة لأربع أشخاص لمدة يومين بفندق الكوروثون، وألف مبروك. ربحنا ربحنا ربحنا. الله يا نور العين لو بتطقي شقفتين.
فؤاد. مرحبا. مرحبا يا اخ سليمان. مبروك الجائزة ان شاء الله. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو حسان. نحن كثير فرحنا لكم، انا واختك ام حسان فرحنا كثير بهي الجائزة اللي اخذتها. شكرا ابو حسان، تستاهل كل خير انت. شكرا شكرا. شلون علق معك الخط قوام؟ تعذبت يمكن لحتى علق الخط ما؟ شلون علق؟ شو بيعرفني؟ أصلاً أنا ما كنت عم دقع المحطة، شلون زبطت معي ما بعرف. لك يا عمي، ضربت لمعلم بألف ولو شلفة شلف. لك لا معلم ولا بطيخ بسمير. عم أقول لك أنا ما كنت عم دقل المحطة، عم دقل أخي بدبي. شو الحكي؟ يا عمي الله لا يحرم الحظ لحدا. فعلاً يلي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. مو حسد او ضيقه عين لا سمح الله، ابدا ابدا. بس بتصدق انه نحن كل يوم نقعد على هالتلفزيون ساعتين ثلاثه وانه يعلق معنا هذا الخط؟ ابدا. يجيب شي محطه فضائيه لا تتعب عبث سيدي، الا ما يعلق شي مره وتربحوا الجائزه ولا يهمك. هو متى ما علق بنربح، بنربح دغري. ليش؟ منه الأسئلة سهلة وما بدها كلها الشطارة ومنه معلوماتي أنا العامة كتير واسعة الحمد لله كتير. إيه الله يربحك وينولك يلي ببالك. آمين يا رب يا رب. قال بابا ما بده يروح معنا. شو الحكي؟ بعدي لشوف. شو هاد؟ أصلاً الروحة بلاك ما لها طعمة. بقى شو قلت؟ ماشي الحال، ما بدي اقطع بنصيبكم. شو رايكم يوم الاثنين؟ لا لا، الاولاد عندهم مدارس، خليها خميس وجمعه. ايه بس انا الخميس مو فاضيه. ليش شو عندك؟ عندي درس بيانو. طيب خليها جمعه وسبت. السبت والاحد عندي دوام بالوظيفه. خلاص دبر حالك باجازه هاليومين. ما اختلفنا على الاجازه، بدبر حالي، بس المشكله عندي جرد بالمستودع. ايه بلا جردك هلا، بيجردوا بغيابك. هيك قلتك؟ شو هي؟ طلب إجازة يومين. بس بهالوقت صعب وافقلك على إجازة. شو نسيان عنا جرد؟ لا مو نسيان طبعا، بس عم أقول لحالي الله يبارك بالشباب، يعني بيقدروا يجردوا لحالهم، شو ناقصهم؟ ما اختلفنا يا أبو فؤاد، بس وجودك ضروري معنا كتير. وبعبارة أخرى نحن ما منستغني عنك أبدا إلا إذا عندك أسباب قاهرة. الحقيقة يا أستاذ عندي أسباب قاهرة، يعني لو ما كان عندي أسباب قاهرة كنت قدمت إجازة بهالوقت العصيب هاد وتركت الشباب يجردوا لحالهم وأنا روح إجازة. إيش ما عندي إحساس يعني؟ شغلت لي بالي يا فؤاد. خير شو قصتك؟ عندي مشكلة عويصة ولازم أختلي مع عائلتي يومين حتى حلها. إيه الله يسر لك، بهيك حالة ما بقدر لك. لا تفضل. مرحبا يا أنسة. أهلا وسهلا. شلون صحة؟ الحمد لله يا أهلين. يا ترى بيلتقى عندكم أجنحة فاضية؟ تكرم عينك. لمين؟ إلي ولعائلتي. وكم يوم بدكم تضلوا عنا؟ يومين. يومين بس؟
أنا متأكدة إنه رح تعجبكم الإقامة عنا وتمددوا أسبوع زمان. لا شو نمدد؟ ما منحسن نمدد ولا ساعة واحدة. وليش بقى؟ نحن عنا بطاقة دعوة ليومين بس. دعوة؟ أنا اللي ربحت الجائزة ببرنامج إذا علق الخط بتربح. أهلا وسهلا فيك، ممكن نشوف البطاقة؟ إيه على عيني وراسي. بس يا ريت تستعجلينا شوي بحجز غرفة لأنه تعبانين وهلكانين، بدنا نرتاح يعني. تكرم عينك، بس بالأول يا ريت تراجع العلاقات العامة، الغرفة اللي هنيك على الشمال. إيه ما في مانع. عفوا. تفضل. يا الله شو حلو هالأوتيل. حلو بس إيه، أنا بحياتي ما كنت متخيلة إني أنزل بهيك أوتيل إلا وقت أتجوز. وإن شاء الله مفكرة إنه اللي رح يتجوزك رح ينزلك بأوتيل مثل ها. وليش بقى؟ شو ناقصني يعني؟ أبدا مو ناقصك شيء، منشان هيك ما رح يتجوزك إلا واحد أعمى قلبه طفران. خلص بقى أنت وياه، مو وقت النقر هلا. عيب. أنا اللي حزرت غنية بدي أفسخك شقفتين على محطة الـ SOS. شو هاد؟ قصدي أنا الفائز مع عائلتي ببرنامج إذا علق الخط بتربح. يا ميت أهلا وسهلا. أمور شو المطلوب؟ لما أجيت بدي أحجز أنا والعيلة، قالت لنا الآنسة اللي بالريسبشن إنه لازم نراجعكم. إيه صح، وقالت لك إنه في عنا غرف فاضي؟ إيه قال في. ألو، مرحبا آنسة مينا. مشان الأخ اللي ربح جائزة بالتلفزيون، يا ترى شو في عنا غرف فاضي؟ أيوة أيوة. لا لا انتظري لأتصل فيكي. ايه استاذ، انتو ايمتى ناويين تنزلوا عنا؟ هلا. يعني ما في مجال تأجلوها لبعد 20 يوم؟ ليش بقى؟ الحقيقة نحن جايين وفود أجنبية كثيرة، ويمكن انه ما يضل غرف فاضي. والله صعب نأجل، خصوصي اني اخذ إجازة بعد ما ربحوني 100 جميلة لأنه عنا جرد. ليش وين موظف حضرتك؟ بمديرية الحركة العامة. طيب إذا بتريد نحن ممكن نحكي مع المدير تبعك ونطلب لك إجازة جديدة بعد 20 يوم. لا متشكر كثير، إذا ما في إمكانية ننزل هلا بلاها. لا ولو شو بلاها، الأوتيل على حسابكم، بس يا ريت تراجع السيد المدير. كمان هو صحيح أنكم أجيتونا بوقت محرج شوي بسبب بدء الموسم السياحي، لكن لا يهمك رح ندبركم. ألو يا لينا. أيوة أستاذ، في عنا أجنحة فاضية وفي عنا سويتات وعنا غرف مزدوجة. شلون؟ غرفة بسرير واحد؟ بس مو حلو أستاذ تنزلهم بهيك غرفة. طيب طيب خلص أوكي أوكي. طيب أهلا وسهلا فيكم أستاذ، حجزنا لكم غرفة واسعة وفيها حمام وما شابه ذلك. شرف على الريسبشن لحتى يسلموك الغرفة. شكرا أستاذ، شكرا. هاي هي الغرفة؟ يعني ما لقونا أوسع من هيك أوضة؟ شو نحن بدنا ننام على القرى؟ معلش يا بابا، نحن أجينا بنص الموسم وما في محلات زيادة عنده. إيه بس الموظفة قالت لنا أول ما أجينا إنه في أجنحة فاضية. إيه الأجنحة الفاضية للزبائن الدفيعة مو للبلاش. بس بابا شو بدنا بالحكي الفاضي هلا؟ يلا حبيباتي، حضروا حالكم مشان ننزل نتغدى. جانا بابا، ليش هيك تأخروا؟ معلش يا حبيبتي، بيكونوا معجوقين شوي. لو معجوقين بيكونوا على الكل، ليك الطاولة اللي قدامنا اجوا بعدنا وفرجت قبلنا. معلش يا بابا، معلش. يا أخ. أمر أستاذ. شو صار بالغداء؟ 5 دقائق بس. إيه صار لنا ساعة منقوعين على الطاولة وأنت عم تقول 5 دقائق. عدم المؤاخذة، صار شوية لخبطة.
طيب مطولين المهم عصافير بطننا زقزقة. خلص وصل الطلب. الحمد لله على السلامة. رح تاكلوا بابا، رح تاكلوا. شو شيش طاووق؟ بس نحن ما طلبنا شيش طاووق، طلبنا كوردون بلو. يبدو انه بالمطبخ ما في كوردون بلو. جبنا لكم شيش طاووق، انتوا الكوردون بلو مو بلحم الدجاج طلبتوها؟ بلا. والشيش بلحم الدجاج، ما فرقت ابدا. لا حبيبي بتفرق. بعدين من خمس دقائق نزل كوردون بلو على هذيك الطاوله. وافترض انكم رح تغيروا الطلب، المفروض تسالنا يا اخي، مو تتصرف على كيفك يا حبيبي. معلش استاذ، مشوها هالمره. شلون بدنا نمشيها؟ بركي نحن جميعا ما منحب هالاكله. معقول استاذ؟ في حدا ما بحب الشيش طاووق؟ اي نعم، نحن. جيب لنا بداله شرحات، ولا كمان ما في عندكم شرحات؟ لا عفوا، عندنا شرحات، بس بدكم تنتظروا نص ساعة بس. شو نص ساعة؟ أنا جوعانة وبدي آكل. ماشي الحال. من أيمتى قالين هالبطاطا؟ من امبارح؟ أعوذ بالله. ممتازة. لكن ليش هيك مقرمدة ولونها كاحت؟ عفوا، نوعية البطاطا اللي بالسوق هيك. ها؟ أيوه. شو عم تعملي انت روحي؟ لك قاسية، ما عم تتقطع معي بالسكين. ولا أنا عم تتقطع معي. فعلا قاسية. مثل المطاط. مثل لحم القطاط. لا يا أستاذ، مو حلوة تحكي هالحكي. هي من أجود أنواع الدجاج. لكن ليش هيك قاسية؟ ولو لأنه مو مستوية كتير. وليش مو مستوية؟ فضي الغاز بالمطبخ؟ ولو يا أستاذ، هاي مطبوخة على الطريقة اليونانية، ما بيخلوها تستوي كتير، بيشمموها ريحة النار تشميم. يعني ما في عندكم شيش طاووق مشوي على الطريقة العربية؟ مع الأسف ما في. بتأمروا شي غيره؟ لا سلامتك، الله معك. معلش يا بابا، كلوا مقبلات ونواشف وأمرنا لله. وين المي؟ ما جابوا كمان؟ شو ليش مشعلين التلفزيون؟ معطل، ما كان يشتغل. شو الحكي؟ أوتيل مثل هاد والتلفزيون معطل، اتصلوا بالاستعلامات. اتصلنا وقالوا بكرة بيصلحوا. شو يعني؟ رح نقضي سهرة بلا تلفزيون؟ يا حبيبي هيك الله كاتب لنا. والعمل هلا؟ وين بدنا نسهر؟ يعني لو الأوضة على برندا كنا شمينا شوية هواء. يا حبيب قلبي طافين المكيف كمان؟ مو شغال، معطل. إيه لا، لا منوب لا. ألو؟ ألو مرحبا. أخي المكيف عنا بالغرفة مو شغال. شو؟ ما في ورشة صيانة؟ إيه سيدي، وإمتى بتجي الورشة؟ بعد بكرة؟ شو الحكي؟ يعني بدنا نستنى يومين؟ لا حبيبي لا، ما حذرت، يمكن من بكرة نمشي. الله معك. شو؟ قلت للزلمة نمشي من بكرة؟ إيه نعم، جهزوا حالكم حتى نمشي بكرة الصبح. ليش دعوتنا مو يومين؟ امبارح يومين، بس أنا ما عاد بدي أقعد بهالأوتيل ولا دقيقة وحدة. حاسس حالي كأني ضيف غير مرغوب فيه، أو كأني قاعد على قلبهم. لك لما قلت لكم ما بدنا هالصرعة بلالكم ياها، هشتوا علي مثل الدبابير. معك حق، عم يعاملونا وكأننا زبونات درجة تانية أو ثالثة. يعني لو ضربناهم على إيديهم وقلنا لهم يا جماعة دخيل الله ربحونا، كنا ما زعلنا، بس كنا قاعدين بأمان الله ببيوتنا وهن يلي عم يطنطنوا بالجوائز على الفضائيات. يتضرب هالجية، والله فكرنا حالنا رح نتدلل نتوجبنا على الجناح مثل العالم والناس. يلا مو مشكلة، حصل خير، من بكرة منضب أغراضنا ومنرجع على بيتنا. يلي بيطلع من داره بيقل مقداره. ألو نعم. أهلين لينا. شلون؟ بدهم يمشوا اليوم؟ إيه أحسن خليهم يمشوا. لا 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 ما في مشكلة طالما هنن هيك رغبتهم. إيه المهم إنه نحنا ما جبرناهم على شيء. مع السلامة. يرضى عليكي، بدي تحجزي لي لهدول الجماعه اللي ربحوا الجائزه احسن جناح بالاوتيل، وتركزي لهم احلى طاوله بالمطعم، وبدي الخدمه تكون سوبر دوليكس. خير استاذ، شو اللي تغير؟ هلا قبل شوي اتصلت فيي مذيعه برنامج اذا علق الخط بتربح، قال جاي لهون لعنا على الاوتيل لتعمل معهم لقاء. بس الجماعة هلأ مشوا.
شو هالحكي؟ مشيو؟ قولي فضيحة فضيحة. يا أخ عفوا يا أستاذ. يا حمام ممكن تتفضل؟ يا أستاذ خلينا نتفاهم، خلينا نصلح الموضوع. أحلى جناح لأحلى زبون أستاذ. يلي بخفف عقله بتتعب رجليه. لو سمحت نتفاهم.